أبو الذهب في الزمالك، فقد افتتح المصور المصري العالمي خالد أبو الذهب معرض الفوتوغرافي الأول بمصر في قاعة بيكاسو بالزمالك، بعد إقامة عدد من المعارض في مختلف بلدان العالم وحصوله على جائزة بينالي لندن وترأسه مؤخرا لبينالي بيروغا الدولي بإيطاليا. ويعبر أبو الذهب من خلال أعماله عن مختلف ثقافات العالم وعن مكانة مصر في قلبه وتكوينه، مشيرا إلى أن المعرض يعبر عن رؤية للحياة في ظل فاصل زمني دقيق من صفر إلى ثانية وأحيانا أخرى ما بعد الثانية، لتلهو ثوابت الأشياء أمام عينه وكأنها لعبة ميكانو يقوم بإعادة ترتيبها بشكل عفوي ممزوج بحالة إبداعية، ليرسم عالما جديدا متجاوزا حدود الرؤية المتعارف عليها. دي حاجة لقيت نفسي بعملها بقالي 10 سنين already. ده أحب نوع من أنواع التصوير، اللي هو التصوير هو الموشن فوتوغرافي، التصوير الحركي. يعني بقول لهم أنا عايش في الزمن بتاع من صفر لثانية أو ثانيتين ثلاثة مثلا، فده كتير لو كسرته لعوالم صغيرة وعملت لها تجميد بتلاقي صور مختلفة جدا. يعني يقول لك حاجة، لما تيجي تبص في المراية لشكلك مثلا في المراية بتبقى في منطقة التصنع، أنت ما شفتش نفسك وأنت في بداية مشاعرك بالحب، في الغضب، في الغيرة، في الثقة في النفس، محدش شاف. فلما يجي حد يصورك ويديلك الأحاسيس دي تلاقي الناس بتقول إيه؟ إيه ده؟ ده أنا؟ هو أول مرة يشوف نفسه كده، ده جزء من الثانية إحنا خدناه هو مش متعود يشوفه. فتخيل بقى الكون ده كله لو خدت جزء منه في الثانية هيطلع إيه؟